الذي يستطيع أن أؤكده هنا وأن هذه المكالمة بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية السيد محمد بن الغزواني استقبلها الشارع الموريتاني بارتياح كبير وتجاوب كبير، وكانت في محلها لأنها جاءت في ظروف كان الشعب الموريتاني مقسما أو يراد له أن يكون مقسما حول موقف من قضية الصحراء، وهي قطعت الشك باليقين لأن الشعب الموريتاني ارتاح كثيرا لأن جلالة الملك قرر زيارة موريتانيا أو تقرر أنه ستكون هنالك زيارات متبادلة بين البلدين، وأن الموقف الموريتاني بدأ ينجلي رغم أن المدلسين والذين يحاولون أن يضعوا صبغة أخرى لهذا الموقف قطع الشك باليقين وأصبحت القضية واضحة، وأصبحت أمام الشعب الموريتاني واضحة أن العلاقات الموريتانية المغربية علاقات عميقة ومتجذرة و لا تتأثر بهذه المسائل الصغيرة والبسيطة جدا. واتضح أيضا أن موريتانيا تتجه فعلا كما أعلن عن ذلك فخامة رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية، تتجه إلى الموقف الإيجابي الحياد الإيجابي الحياد الفاعل وليس الحياد الجامد أو الحياد السلبي، وهذا شيء مهم جدا، وهذه الزيارة سيكون لها ما بعدها إن شاء الله.